السلام عليكم ورحمة الله واهلا بكم في فيديو جديد النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض وحدات كروشيه جميلة جدا وبسيطة وسهلة من اسهل وحدات الكروشيه اللي ممكن تشتغلوها طبعا احنا نقدر نعمل بيها مشروعات كروشيه كتير سواء للصيف او الشتاء نقدر نعمل منها مفرش ونقدر كمان نعمل منها شال مستطيل او مثلث بطريقة سهلة ودلوقتي هنشوف ازاي مع بعض نقدر نعمل كده ويفضل الخيط اللي نستخدمه يكون خيط رفيع انا هنا معايا خيط رفيع يعني الى حد ما يعني مش عايزين ارفع من كده ادي إيه سمك الخيط اللي انا هستخدمه وهستخدم معاه ابرة رقم تلاتة ونص ملليمتر. ادي إيه رقم الابرة طبعا نقدر نستخدم ابرة اقل من كده لكن انا عايزة الغرزة تكون مستريحة ونبدأ بعقدة البداية بلف الخيط لفة واحدة بالشكل ده وبدخل جوه اللفة دي بالإبرة أخد الخيط وأطلع تاني وأشد طرف الخيط القصير كده اشتغلت عقدة البداية بعدها ست سلاسل أو الشكل ده ست سلاسل وأروح على طول على السلسلة رقم واحد أدخل فيها بالإبرة وأشتغل غرزة منزلقة بحيث إن أنا أكون حلقة اطلع من لفتين الخيط وادي الحلقه الصغيره اللي انا كونتها ودلوقتي هشتغل جواها اعمده بثلاث لفات ارتفع واحد اتنين تلاته اربعه خمسه خمس سلاسل واعتبرهم اول عمود بثلاث لفات كمان مره هشتغل عمود بثلاث لفات الف ثلاث مرات علي الابره وعايز العمود يبقي مستريح يعني هاخد الخيط وهرتفع شويه شايفين بنرتفع ازاي وبعد كده بطلع من لفتين وكمان لفتين وكمان لفتين واخر لفتين يعني ماشيين بالطريقه العاديه كده انا اشتغلت تاني عمود بثلاث لفات كمان مره الف ثلاث مرات على الابره وبدخل جوه الحلقه اخد الخيط وارتفع شويه بالخيط بالشكل ده واكمل شغل العمود انا كده اشتغلت العمود رقم تلاته انا عايزه اكملهم سبع اعمده بثلاث لفات ده العمود رقم تلاتة هكملهم ادي تلات لفات علي الابرة بدخل اخد الخيط وارتفع شوية بالخيط وفي كل مرة بطلع من لفتين هسيبكم دلوقتي وهكملهم سبع اعمدة بثلاث لفات ودي هتبقي المجموعة الاولي عندي هكمل ده العمود رقم سبعة عمود بثلاث لفات كده اشتغلت خلاص سبع اعمدة دي المجموعة الاولى هشتغل الفاصل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وبرضو نخلي السلاسل مستريح سبع سلاسل فاصل انا هنا هشتغل اربع مجموعات ادي الخيط هاخده معايا تحت الاعمدة وخلصت كده المجموعة رقم اتنين مكونة من سبع اعمدة هرجع تاني واشتغل الفاصل سبع سلاسل وهشتغل المجموعة رقم ثلاثة بنفس الطريقة ثلاث مرات بلفهم على الإبرة وبدخل جوه الحلقة أشتغل سبع أعمدة بثلاث لفات وحدة بصراحة في منتهى السهولة والوحدة بتاعتنا عبارة عن دور واحد بس هو الدور اللي احنا بنشتغله ده وخلاص كملت الأربع مجموعات علشان اكون طبعا شكل المربع وادي الفواصل سبع سلاسل فاصل وخلاص اشتغلت اخر فاصل عندي السبع سلاسل وبعد كده خلاص هقفل الوحدة ادي سبع سلاسل بقفل طبعا في اول خمس سلاسل انا ارتفعت بيهم واعتبرتهم اول عمود عندي في الوحدة ادي السلسله رقم خمسه يا اما بدخل فيها هي بتبقى واضحه او لو حابين تعدوا زي ما بنعد ادي السلسله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه والسلسله رقم خمسة وبنشتغل غرزه منزلقه وكده قفلنا الوحده سلسله في النهايه وخلاص بنقص طرف الخيط احنا اول وحده طبعا بنكملها للنهايه زي ما احنا متعودين وبعد كده الوحدات اللي بنشتغلها بنكملها خلال التشبيك الشكل عندنا هو ده شكل الوحدة سبع أعمدة بثلاث لفات في كل مجموعة والفاصل سبع سلاسل وتعالوا نشوف أماكن التشبيك قبل ما نبدأ هيبقى من عند الفاصل ده السبع سلاسل ومن عند الأعمدة والفاصل التاني ده طبعا لما اجي اشبك وحدة في وحدة يعني بشبك من جانب واحد لو هشبك وحدة في وحدة تانية دلوقتي هجهز وحدة تانية اشتغلت فيها ثلاث مجموعات فاضلي المجموعة الرابعة هشتغلها خلال التشبيك، اشتغلت بنفس طريقة شغلي للوحدة الأولى اللي هي هتبقى الوحدة المكتملة، دلوقتي وصلت لحد السبع أعمدة خلصت خلاص السبع أعمدة ومفروض ابدأ في الفاصل اللي هو سبع سلاسل ادي سبع أعمدة بثلاث لفات، الفاصل هشتغل منه ثلاث سلاسل بس وهروح علي الفاصل المقابل ليه اللي انا هشبك من عنده انا دلوقتي اشتغلت ثلاث سلاسل مفروض اشتغل السلسلة الرابعة هروح هنا عند الفاصل ده أعد السلاسل ما نتلخبطش دي حرف الفي بتاعت العمود بنعد السلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة وبدخل في السلسلة الرابعة يفضل طبعا تحت حلقتين خيط وباخد الخيط وبطلع من اللفة الثانية وكده أنا اشتغلت السلسلة رقم أربعة، خمسة ستة سبعة يبقى كده أنا اشتغلت سبع سلاسل فاصل ما بين المجموعة والتانية والتشبيك عندي كان في السلسلة رقم أربعة، اشتغلت تلات أعمدة من ضمن السبع أعمدة هرفع الإبرة لأن أنا عايزة اشبك الجزء بتاع الأعمدة هشبكه من العمود اللي في المنتصف اللي هو يعني العمود رقم أربعة اشتغلت خلاص كده تلات اعمدة العمود الرابع هيبقى في خلال التشبيك هعد كده الاعمدة اللي قدامي في الوحدة المقابلة ليها واحد اتنين تلاتة اربعة العمود رقم اربعة اللي هو في المنتصف بدخل تحت حرف ال وبسحب الخيط بالشكل ده بالراحة كده بسحب الخيط وبرجع تاني للوحدة بتاعتي الغير مكتملة بكمل فيها الاعمدة ادي العمود رقم اربعة هشتغله عمود بثلاث لفات نريح الخيط ونشتغل العمود وبكمل شغل الاعمدة انا كده اشتغلت اربع اعمدة هكملهم سبعة وخلاص كده كملت السبع اعمدة سبع اعمدة بثلاث لفات وفاضل لي الفاصل طبعا هشبك من عند الفاصل زي ما عملت في الفاصل الاول ده شكل التشبيك سهل جدا هنشتغل من الفاصل بتاعنا ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة والسلسلة الرابعة هتبقى في خلال التشبيك برضو من عند السلسلة الرابعة في الوحدة المقابلة ليها الوحدة طبعا مفروضة قدامنا علشان نعرف نشبك صح ده حرف الفي بتاع العمود نعد من بعده واحد اتنين تلاتة اربعة وندخل في السلسلة الرابعة وناخد الخيط ونعدي من الحلقة التانية وكده خلصت السلسلة رقم اربعة خمسة ستة سبعة اشتغلت خلاص سبع سلاسل وكده هقفل الوحدة بتاعتي هقفلها زي ما قفلت الوحدة اللي قبلها في السلسلة رقم خمسة هو حرف الفي اللي بعد العمود الثاني على طول اللي هو كان العمود الاول السلسلة الخمسة هنا بدخل فيها وبشتغل غرزة منزلقة وسلسلة في النهاية وكده خلصت الوحدة كده أنا شبكت وحدة في وحدة تانية الوحدة الجاية تشبكها نفس الطريقة لأن أنا برضو هشبك وحدة في وحدة هروح دلوقتي أجهز وحدة تانية هشتغل فيها تلات مجموعات بس وهرجع لكم نشبك المجموعة الرابعة إيه ادي اطراف الخيط علشان بس تبقى الوحدات واضحه انا الوحده اللي جايه هشبكها في اي وحده من الاتنين دول هشبكها مثلا هنا هجهز الوحده وهرجع لكم ادي الوحده اللي انا جهزتها اشتغلت فيها ثلاث مجموعات طبعا احنا بنشبك من عند الفاصل فاصل والاعمده والفاصل نبدا الفاصل بنفس الطريقه بالظبط اللي عملت بيها الوحده اللي فاتت بشتغل ثلاث سلاسل وبشبك من عند السلسلة رقم اربعة هخلي الجزء ده سريع شوية لان هو نفس طريقة تشبيك الوحدة اللي فاتت بالظبط وهنا خلاص كملت الاعمده اللي عندي سبع اعمده بعد ما شبكت الجزء بتاع الاعمده من عند العمود رقم اربعه بشتغل ثلاث سلاسل ونخلي بالنا من التشبيك في الجزء ده انا هشبك في الجزء ده او المركز اللي انا شبكت منه وحدتين في بعض هو الفراغ واضح برضو اللي انا هدخل فيه شايفين الفراغ ده اللي هو كان برضو عند السلسله الرابعه اللي انا دخلت فيها بدخل في الجزء ده وهنا بشتغل السلسلة رقم أربعة بعدي كده من الحلقات وبعد كده السلسلة رقم خمسة وستة وسبعة وكده خلاص أنا نهيت تشبيك الوحدة دي هقفل بقى الوحدة خلاص بغرزة منزلقة في السلسلة رقم خمسة من أول خمس سلاسل أنا ارتفعت بيهم، ادي السلسلة رقم خمسة بدخل وبشتغل غرزة منزلقة انا خلاص نهايه الوحده دي فبشتغل سلسله في النهايه وبتخلص من طرف الخيط في النهايه طبعا بنتخلص من اطراف الخيوط كلها مع بعضها كده خلاص انا شبكت ثلاث وحدات في بعض اللي جاي عندي هيبقى تشبيك آه وحده بس من جانبين يعني انا هشبك من الجانب ده والجانب ده فطبعا انا مجهزه وحده اشتغلت فيها مجموعتين فقط ودلوقتي هنشتغل يعني المجموعتين التانيين خلال التشبيك برتفع للفاصل هشبك طبعا من الجزء ده ثلاث سلاسل وماشيين بنفس الطريقة هروح علي السلسلة رقم أربعة علشان اشتغل السلسلة رقم أربعة في الوحدة طبعا اللي انا بكملها ادي إيه السلسلة الرابعة بدخل فيها وبسحب الخيط وبعدي من الحلقة التانية واشتغل السلسلة الخامسة والسادسة والسلسلة رقم سبعة واشتغلت خلاص تلات أعمدة يعني علشان ما نضيعش وقت الفيديو في خطوات مكررة طبعا العمود الرابع بنشبك من عنده هنا ادي العمود رقم أربعة بدخل فيه تحت حرف ال وبسحب طرف الخيط وببتدي أكمل الأعمدة اللي عندي تلات لفات على الإبرة وبدخل أكمل الأعمدة بحيث إنه يبقى عندي سبع أعمدة بثلاث لفات واشتغلت خلاص سبع أعمدة بثلاث لفات كملتهم برتفع تلات سلاسل لأن أنا لسه طبعا شغالة في التشبيك وده الجزء المهم الجزء بتاع المركز بتاع الوحدات اللي أنا بشبكها في بعضها واضح جدا بدخل في الحلقة دي وبشتغل سلسلة اتنين تلاتة أربعة وكده خلاص كملتهم السبع سلاسل بتوعي بتوع الفاصل كمان مرة بدخل هنا في الفراغ وبشتغل بشتغل طبعا ثلاث أعمدة وخلاص اشتغلت الثلاث اعمدة والتشبيك بيبقى من عند العمود رقم اربعة. نعد كده العمود رقم اربعة. ندخل فيه ونسحب الخيط ونكملهم سبع اعمدة في الجزء ده. انا سريعا هكمل السبع اعمدة وهشبك كمان الفراغ في الفراغ المقابل ليه اللي انا هشتغله. وخلاص شبكت الجزء ده. دلوقتي احنا شفنا مع بعض تشبيك الوحدة من جانب واحد. وتشبيك الوحدة في جانبين، نقدر طبعا نشتغل المقاس اللي احنا عايزينه بالطريقة دي لو هنشتغل شال مستطيل، هنشبك الوحدات كده بنفس الطريقة، هنقول مثلا بشكل صفوف أو زي ما تحبوا تشبكوا بس لحد ما نوصل للمقاس اللي احنا عايزينه، لكن لو هنشتغل الوحدات دي شال مثلث هيفرق معانا الشغل شوية، هنشبك الوحدات شايفين هنا ده الشال المثلث هنعتبر مثلا إن الوحدة دي هي الوحدة الأولى هنا اللي هنشتغلها، وبعدها الوحدتين دول وآدي الوحدة الرابعة، وبعد كده هنكمل تشبيك باقي الوحدات لحد ما نوصل للمقاس اللي احنا عايزينه، بس بعد ما هنخلص المقاس هنلاقي حاجة هنا هنلاقي على الأطراف الأطراف هنلاقيها عندنا واخدة شكل سبعات، لأن طبعا بعد ما أخلص تشبيك الوحدات هيبقى عندي الأجزاء دي فاضية وأنا عايزاها تاخد شكل مستقيم. فهملاها بوحدات هشتغل فيها مجموعتين بس، يعني وحدة هشتغل فيها مجموعتين بحيث إن أنا أملأ الجزء ده، تعالوا نشتغل الجزء ده دلوقتي مع بعض وكمان هنشبكه بحيث إن احنا ننتهي من تفاصيل الشال المثلث كلها، ده الجزء اللي فاضل عندي، ده الجزء ده أنا عايزة أملاه بنص وحدة بشتغل بنفس الطريقة عقدة البداية وبعدها بشتغل الست سلاسل. ادي ست سلاسل بدخل على السلسلة رقم واحد بشتغل غرزة منزلقة بحيث ان انا اقفل الحلقة وهنا برتفع طبعا هبدأ التشبيك من هنا فبرتفع خمس سلاسل وبعد كده هرتفع ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة انا في شغلي للفاصل كنت برتفع ثلاث سلاسل انا كده خلاص ارتفعت ثمان سلاسل بعد ما برتفع التلات سلاسل بتوع الفاصل بشتغل طبعا السلسلة رقم اربعة من الفاصل هنا او الفراغ المقابل لي ادي العمود ونعد واحد اتنين تلاتة اربعة وندخل في السلسلة الرابعة بنفس طريقة التشبيك اللي احنا بنعملها بروح للسلسلة رقم اربعة واشتغل كده السلسلة الرابعة والخامسة والستة والسلسلة رقم سبعة كده انا اشتغلت السبع سلاسل بتوع الفراغ وفي خمس سلاسل في البداية كانوا عندي، برجع هنا للحلقة بتاعتي وبشتغل آآ الأعمدة، هشتغل تلات أعمدة بس، تلات أعمدة بثلاث لفات وأدي العمود الثالث، بعد ما بشتغل تلات أعمدة عايزة اشبك الجزء ده طريقة التشبيك العادية وبعد كده هرجع اكمل الأعمدة، ادي العمود الرابع بسحب الخيط وبكملهم سبع اعمده اشتغلت خلاص السبع اعمده وبعد كده انا عايز اشبك الجزء اللي انا مجمعه فيه الوحدات اللي انا بشبكها فطبعا قبل ما بنعمل كده بنرتفع الاول ثلاث سلاسل الفراغ بتاعنا نشتغل الاول ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة وبنروح على الفراغ اللي أنا مجمعة فيه الوحدات بيبقى واضح جدا بشتغل السلسلة الرابعة خمسة ستة سبعة مظبوط كده خلصت السبعة سلاسل برجع تاني بشتغل عمود بتلات لفات هنا جوه الدايرة كملتهم خلاص التلات أعمدة وماشي بنفس طريقة التشبيك كل الفكرة بس إن المجموعات مجموعتين بس بس بنشبكهم بنفس الطريقة وبكمل شغل الأعمدة، هكملهم سبع أعمدة وخلاص كملتهم سبع أعمدة، طبعا الخطوة دي احنا بنعملها في النهاية خالص بعد ما بنخلص تشبيك كل الوحدات بنملي كل الأجزاء اللي هي بتديني شكل سبعة بنملاها بأنصاف الوحدات دي، ادي يعني تلات سلاسل وماشية بنفس الطريقة واحد اتنين تلاتة أربعة بدخل في السلسلة الرابعة بشتغل كده السلسلة الرابعة والخامسة والستة والسلسلة السبعة وهرجع تاني انا في البداية بدأت بخمس سلاسل ودي تلات سلاسل كانوا من ضمن الفاصل او الفراغ اللي انا بكونه انا خلاص اشتغلت التلات سلاسل هشتغل خمس سلاسل وكده خلاص نقفل الوحدة في نفس المكان بشتغل غرزة منزلقة وفي النهاية سلسلة وبقص الخيط انا كده خلاص خلصت شغل النص واحدة هشتغل بنفس الطريقة على كل الاجزاء اللي هتبقى فاضية عندي في نهاية الشال ودي مش اخر خطوة عندنا طبعا احنا في النهاية بنركب الشراشيب على جوانب الشال زي ما نحب طبعا او لو عندنا لولي وحابين نزين الجزء اللي في المنتصف يا تكون الوحدات عجبتكم يعني وحدات بسيطة جدا وكده خلصنا الفيديو بتاعنا واسيبكم في رعاية الله